السيره ديت بتاعه ضغط الدفاع ديت النهارده؟ احنا جايين نوصل صوتنا، يعني حاسين ان احنا صوتنا في الميدان ما بقاش واصل، فاحنا عايزين نوصله لمكان اقرب شويه. ايه مطالب المسيره بالظبط؟ يعني ايه مطالب؟ وقف المحاكمات العسكريه، الغاء تفعيل قانون الطوارئ اللا دستوري، يعني هو مفعل لا دستوريا، جدول زمن لتسليم السلطه لمجلس رئاسي مدني. يعني دي اهم ثلاث مطالب النهارده احنا جايين عشان. انتوا النهارده لما رحتوا عند مسجد النور حصل احتجاج منكم من المجلس؟ لا لا ما حصلش اي حاجه. طب ايه اللي تم هناك يعني؟ ولا اي حاجه خالص، احنا قررنا نرجع لان هنا ان احنا بدانا اعدادنا بدات تقل، ما كانش في يعني هنقف هنعمل ايه هناك؟ احنا مش جايين عشان نقف قدام المسجد. احنا شايفين دلوقتي ان في ناس عاوزه تروح التحرير وفي ناس عاوزه تروح المجلس العسكري، لسه ما ورثوش على حاجه يعني؟ في مجموعه راحت على التحرير بالفعل، وفي مجموعه بيقولوا ان هم في طريقهم للوزاره يعني، بس عددهم قليل يعني مش العدد اللي احنا نقف واقفه او كده. ماشي.